تحكي معي هيك بشكل عادي. أكيد أستاذ. ممكن تقلي كيف تعرفت على بعض؟ أستاذ نجيب، أنا بعمل دورات مونتاج كل فترة. تعرفت عليها وتطورت علاقتنا لشيء عاطفي إنساني. انتهت العلاقة بعد فترة، بس ضلينا على تواصل مهني تقريبا. طب أنتوا ضليتوا يعني لأي فترة قبل اختفاء؟ يعني قبل ما اختفي بقديش؟ إمتى آخر مرة شفتها فيها؟ قبل بساعتين إذا بدك. ساعتين؟ إيه. إيه طيب كمل لو سمحت. كان المفروض أطلع مع مصور القافلة بيوم الحادثة، بس ما طلعت لي الموافقة الأمنية، طلعوا لحالهم. إيه. مطرح ما اختفت المنطقة اسمها دوال موت. المنطقة لها 4 تفريعات، واحدة منهم مزروعة ألغام، والثانية بيد الجيش، والثالثة بيد المسلحين، أما الرابعة كل يوم بيد حدا ما حدا بيعرف. أنت كيف تعرف كل الشيء ده؟ الصهري بيخدم بهداك القطاع. عسكري؟ إيه. لا معلش أسألك مع جد، أنا يعني خايف يكون سبب اختفاء أنا أو خطفها لأسباب سياسية، يعني مش هي له علاقة بوضعي كوني أنا سجين سياسي سابق أو شيء. أنت سمعان بهيك شيء؟ بصراحة ما بعرف أبدا أستاذ. أنا لو كنت بدالك كنت فكرت بغير طريقة، أكيد ما كنت رح أفكر بالسياسة ولا بهي الأمور. كيف؟ اشرح لي معلش. بصراحة كنت أتحرك باتجاه المصاري، صهري بيعرف عنهم جوا. إلهم عيون. وعن طريق حدا لحدا. بتعرف الموضوع كله بينحل بشغلة كم ليرة. يعني قديش بهيك حالة مثل بمصاري مثلا؟ شيء 2000 دولار. استاذ انت هلا مستغرب يمكن لانه جديد على البلد. بس هون كل شيء صار بسعر، السندويشه له سعر، البني ادم له سعر. طيب ليك على المصاري بتتدبر بهاليومين، بس كيف بدنا ندبر الطلعه هنيك؟ فورا. طيب معلش اسالك سؤال. تفضل استاذ. انت قلت انه انتهت علاقتكم انت وانا. يعني ما كان في فرصة تانية، ليش؟ خنتك.